أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نحييكم بأجمل تحية رياضية مع حلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة، الذي يبث لحضراتكم في بث حي ومباشر عبر قناة هلا وموقع بنت. معكم في الإعداد والتقديم أحمد أبو هلال. سنركز خلال حلقة اليوم بالفوز التاريخي لنادي مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه وحصد الثلاثية هذا الموسم، بطولة الدوري البريمير ليج، كأس الاتحاد الإنجليزي وبطل دوري الأبطال. كذلك سنكون مع محمد أبو فني وانتقاله للنادي المجري وعودته للمنتخب القومي الإسرائيلي عشية لقاء روسيا البيضاء، وسنكون أيضا في سخنين، شفا عامر وعرابي والريني أيضا. بداية اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أرحب بضيف حلقة اليوم، المربي والرياضي الأستاذ تحسين حاج يحيى. أهلا وسهلا أستاذ تحسين. شكرا لك أبو عبد الله ولجميع المستمعين والمشاهدين لقناة هلا. يعني عنوان بسيط، منتخب إسرائيل لجيل 20 ببروز وبطولة ثلاثة لاعبين من الوسط العربي، عنان خلايلي، حمزة شبلي وأحمد سلمان. لا شك أنه حدث نادر ما حصل في مستوى كرة القدم الإسرائيلي، انه الفريق الاشباق الشبيبي لجيل 20 يفوز على البرازيل ويوصل للنصف النهائي في بطولة عالمية. انا حسب رايي يستحق كل الثناء والتقدير للمدرب اوفير بن حييم وللمدير المهني بوني جينزبورغ. عمليا اللاعبين العرب الموجودين في المنتخب بيقدموا اداء ممتاز. الثلاثة والثلاثة هم موجودين في نوادي اللي حسب رأيي تعتني جيدا في تنشئة مواهب كروية إن كان من الوسط العربي أو من الوسط اليهودي، ولكن إنه يكون ثلاث لاعبين في التركيبة عرب في المنتخب هذا كمان شيء اللي مفخرة وفخر واعتزاز وبرفع الرأس. لفت نظري أخ تحسين في منتخب الشبيبة لجيل 20 عمليا وجود اللاعبين العرب، وشعرنا قديش الفريق والمنتخب متلاحم، يعني علاقات اللاعبين مع بعضهم ممتازة جدا خلال مباريات وحتى بعد النتائج، فتحققت يعني أهداف عنان خلالي بدقيقة 97، يعني بدل على روح عالية ومن ناحية ذهنية الفريق جاهز جدا. شو رأيك؟ أنا أوافق معك. كمان في الفرق اللي بيلعبوا فيها في مكابي حيفا وفي هم موجودين في حالة من النوع وقدروا يوصلوا لترتيبة أو نوعية علاقات اللي هي علاقات جيدة اللي مبنية على الاحترام المتبادل وكمان على مهنية. من ناحية ثانية أنا بعطي دور كبير للمدرب أوفير بن حييم اللي هو احتوى أو احتضن اللاعبين وقدر انه يعمل تكتل اجتماعي بين اللاعبين بشكل جيد اللي بالاخر كان فيه له مردود ايجابي على النتائج وعلى الاداء تاعهم. لمشاهدي قناة هلا عمليا اخ تحسين، نقول بان عنان خلايلي عمليا وحمزه شبلي يلعبان في صفوف فريق مكابي حيفا وحصلوا على بطوله الدوري هذا الموسم، بينما احمد سلمان يلعب في صفوف مكابي نتانيا. ومن هنا أخ تحسين نبدأ بفوز مانشستر سيتي بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بعد فوزه يوم أمس 1-0 على فريق إنتر ميلان الإيطالي في النهائي الذي أقيم على استاد أتاتورك في مدينة إسطنبول. أخ تحسين، يعني مباراة نهائي بطولة أوروبا للأبطال، مباراة في قمة الأهمية، ولكن أداء كان ضعيف. لا شك انه وصول مانشستر يونايتد للنهائي سيتي الى النهائي هو ما كان صدفي. فريق انبنى من بدايه الدوري من قبل المدرب غوارديولا بشكل اللي ينافس على كل طوار في كره القدم، وفعلا السنه حقق، بديش اقول معجزه، ولكن شيء يستحق ويستحق التقدير جدا انه يحصل على ثلاث محلات اولى، يفوز في البطولة في كرة القدم الانجليزية، يفوز في البطولة الاوروبية ويفوز في كأس الدولي. هذا شيء نادر وكلما حدث، وان دل على شيء
يدل على انه المدرب والفريق امنوا بانه في فريق يستطيع ان يهزم كل فريق اخر وباستحقاق. فريق انتر عمليا قدم كمان اداء، كان اداؤه افضل حتى، وكان عده فرص اللي ممكن يسجل اهداف، ولكن سوء الحظ عمليا لم يحالفه. يعني انتر كمان فريق، كمان فريق اللي اعطى كره قدم ممتازه. طبعا كمان انتر عنده مدرب اللي هو انزاجي، مدرب اللي هو يمتلك الخبره والتجربه بشكل كبير جدا. وكنت اتوقع في مباراه نهائيه بينهم، بين انزاجي وغوارديولا او بين مانشستر سيتي والانتر، انه يكون هناك تكتيك او مباراه اللي هي تعتمد على العقول او الذهن المدربين الاثنين، والاثنين يملكون قدره كبيره جدا من ناحيه تكتيكيه واداره المباراه بشكل تكتيكي. ولكن كان في هناك مفاجات، يعني خروج لاعب اساسي في الانتر كان في له تاثير حتى في طريقه اللعب. اذا لاحظت كان اللعب تاع الانتر، وحتى كان اكثر على استحواذ في الوسط وادخال كرات اللي هي كرات للعمق وللداخل المستطيل في الملعب. بس مع كل هذا، بعد التغيير اللي حصل، اذا لاحظت صار اللعب اكثر من عن الاطراف وادخال الكرات من الاطراف، وهيك وصلوا لفرصتين اللي كان لو سجلوا واحد منهم انا كنت بعتقد انه نتيجه المباراه راح تكون مغايره. ولكن عمليا كلمه حق تقال كما ذكرت اخت حسين، انه فريق مانشستر سيتي على مدار المباريات على طول الموسم كان افضل فريق في اوروبا، وهو يستحق عمليا اللقب. بدي اقول اخرى ملاحظه ولو بدي اقاطعك، يعني انه تنساش انه مانشستر سيتي اخرج ريال مدريد اللي هو كان منتخب اللي فريق اللي ما كانش بيخسر حتى لو تأخر في المباريات في هذا المجال. كان ما حدا كان يأمن انه الريال راح تخسر وتخرج من التصفيات في هاي المرحلة. فبما انه ذكرت فريق ريال مدريد اخت حسين، نقول انه عمليا غوارديولا شكا امبارح مدرب مانشستر سيتي، بيقول قالوا له ريال مدريد حصل على البطوله 14 مره، قال لهم احنا هاي اول مره وريال مدريد يدير باله لانه احنا لاحقين. فهاي اقوال غوارديولا، وعمليا بكل ثقه والفريق مانشستر سيتي وافضل فريق في اوروبا واثبت حاله. فالى موضوعنا التالي، كيفما نشرت قناه هلا عن تفاهمات شبه نهائية بين نادي مكابي حيفا ونادي فيرنباروش بخصوص اللاعب محمد أبو فني الفريق المجري، فقد أفادت مصادر مسؤولة في نادي مكابي حيفا أن الاتفاقية تمت بشكل نهائي، انتقال النجم القرعاوي محمد أبو فني من نادي مكابي حيفا للنادي المجري. ووفق الاتفاقية فإن نادي مكابي حيفا سيتلقى مبلغ 1.5 مليون يورو من انتقال اللاعب محمد أبو فني إلى الفريق المجري. أما محمد أبو فني فسيتلقى مبلغ 2 مليون يورو في الأربع سنوات المقبلة من النادي المجري بدون رسوم أخرى. محمد أبو فني والذي قدم موسما ناجحا في النادي الأخضر الحفاوي واختير من أفضل اللاعبين في دور الأضواء ولبس شارة القائد في الفريق البطل مكابي حيفا في عدة مباريات، كونه نائب القائد الرئيسي في الفريق تشيرون شيري، ويعتبر الموسم المنتهي 22-23 أفضل موسم للاعب القرعاوي محمد أبو فني. هذا ويفيد مراسل قناة هلا أن اللاعب محمد أبو فني انضم إلى كادر منتخب إسرائيل بعد دعوته من قبل المدرب ألون حزن مدرب المنتخب القومي الإسرائيلي عشية اللقاء مع منتخب روسيا البيضاء، ومن المتوقع أن يلعب محمد أبو فني في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسرائيلي. أخت حسين، محمد أبو فني نجم ويستحق، هل خطوة تبعته صحيحة انتقاله للدوري المجري؟ أنا حسب رأيي، تعال نبدأ من بداية الموسم الماضي. محمد أبو فني خلال الموسم الماضي كان من المفضلين عند المدرب أبراهام باخر، ولعب تقريبا معظم المباريات إلا اللي كان فيها مصاب أو كان فيها في كرتات صفر، لعب في كل المباريات بالتركيب الأولى،
أثبت جدارته وأثبت عطائه وأهميته، وخاصة من خلال الوظيفة اللي يلعب فيها اللي هي خط وسط متأخر. محمد أبو فني يملك قوة ما شاء الله، إن شاء الله ربنا بيزيده، ويملك سرعة ويملك حصانة نفسية قوية جدا لا ينكسر هذا الشاب. ولذلك المستقبل كان واعد، والمستقبل كان في مؤشر بتقول إنه هذا اللاعب سيخترق الأجواء الدوري الإسرائيلي وسيفتش عن نادي في أوروبا. وقع اختياره للفريق المجري. أنا حسب رأيي بتمنى له كل النجاح كل التوفيق، وبإمكانه أنه مع الشغل الصعب مع المواظبة والحزم، أنا حسب رأيي إن شاء الله كمان السنة الجاية بنسمع عنه أخبار منيحة، وبنسمع أنه كمان هو كان نجم في الفريق الجديد، وبنتمنى له كل النجاح. أنا بضم صوتي لصوتك أخ تحسين، وبقول أنه لمحمد الفني قدما ولا الأمام، والسماء هي الحدود. وما دمنا تحدثنا عن لاعب المنتخب محمد أبو فني، نتحول إلى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، حيث تتجدد التصفيات مع نهاية هذا الأسبوع. وفي مقدمة المباريات وضمن المجموعة التاسعة يحل منتخب إسرائيل ضيفا على منتخب روسيا البيضاء، ولا خيار أمام المنتخب الإسرائيلي إلا الفوز في هذا اللقاء كونه يحتل المرتبة الخامسة والقبل الأخيرة بعد تعادله وخسارته في المباريتين السابقتين. للحديث عن هذه المباراة عمليا نقول أخ تحسين، يعني فريق منتخب إسرائيل بعد تعادل وبعد خسارة وضعه مباراتهم أمام روسيا البيضاء القريبة، مباراة راح تكون فيش مفر غير الفوز. أنا حسب رأيي ألون حزن يعرف ويعي جيدا أنه فيش نتيجة ممكن تفيد أو تخدم مصلحة المنتخب الإسرائيلي للصعود للتصفيات إلا الفوز. يعني بدون فوز ما فيش هناك الإمكانيات تتلاشى وتتضار. ولذلك يجب علي أن يكون منتبها أنه أولا التركيب اللي بيبدأ فيها بيفتح فيها هي مهمة جدا. اثنين يجب أن يشتغل يعمل على الإشي اللي بيسموه المينتاليوت اللي هي الناحية النفسية. أنا حسب رأيي بحاجة لتحصين، لأنه المنتخب الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عودنا أنه إذا سجل هدف في مرمى بيكون في هناك هبوط في الأداء. ولذلك في حاجة كبيرة أنه يشتغل على الناحية النفسية حتى أنه يتمكن من تحصين اللاعبين، وحتى أنهم يتمكنوا أنهم يعطوا أداء زي ما بيقولوها، لأنه المباراة 90 دقيقة مش بتنتج قبل ما يصفر الحكم. ويعني أجواء المنتخب وأراء نتيجة المنتخب وتأثيره معنا على الخط الهاتفي مباشرة من عرابي، لاعب منتخب إسرائيل سابقا والنجم الكبير المهندس عبد رباح. عبد مساء الخير. مساء الخير لك أخي لجميع المستمعين. عبد حدثنا عن رأيك في نتيجة مباراة الأمس مانشستر سيتي وفوزه لأول مرة في كأس أبطال أوروبا. اللي شاهد المباراة بشوف انه فريق مانشستر سيتي قبل المباراة وقبل البطولة كان هو المرشح الاول للفوز بالبطولة، وقبل المباراة كان كل متوقع انه يفوز بالنتيجة حتى بنتيجة كبيرة على فريق انتر ميلان. بس اللي شاهد المباراة شاف الضغط الموجود عند اللاعبين وعند عند المدرب، بس بالاساس عند اللاعبين فريق مانشستر سيتي. يعني ما شفناش فريق مانشستر سيتي بأدائه اللي متعودين عليه بالأشهر الأخيرة، واللاعبين اللي بيلعبوا مانشستر سيتي لاعبين غير مجربين، يمكن ولا لاعب حصل على دوري الأبطال قبل مرة. فالإشي بين على في المباراة، وكانت مباراة صعبة كثير، ويمكن لو طولت اللعبة أخرى كم دقيقة يمكن كانوا تلقوا هدف. فكانت مباراة كثير صعبة، بس بالآخر برأيي الشخصي فريق مانشستر سيتي كان أفضل فريق خلال كل الموسم وبيستحق الفوز باللقب. عبد من تجربتك كلاعب منتخب إسرائيل ولاعب دوري الدرجة العليا، لاعب محمد أبو فني لاعب مكابي حيفا عمليا انتقل لفريق أوروبي في هنغاريا في المجر، وهل هذا قرار صائب من محمد أبو فني حسب رأيك؟
برايي تفكيره بتخيل انه الدوري الهنغاري اول شيء مش افضل بكثير من الدوري الاسرائيلي، يعني يمكن انه على الناحيه الماديه وانه بظل الاسم انه لاعب بيلعب في اوروبا، فممكن من غاد انه يصل لدوريات اكبر اسهل له انه يصل غاد لدوريات كبيره في اوروبا او للفرق اكبر من هيك. بتخيلنا خطوه مضبوطه بالبدايه له من ناحيه ماديه وحتى من ناحيه معنيه انه يصل لاوروبا من فرق من الدوريات الاوروبيه اهون له. محمد ابو فني، ما يعني المدربين المنتخب ما لم يدعوه في المباراة السابقه، ولكن في هذه المباراه دعوه لمباراه روسيا البيضاء. شو رايك، هل محمد ابو فني له مكان في منتخب اسرائيل عبيد بعد ما انت كنت هناك؟ بدون ادنى شك لاعب محمد ابو فني في ماركسو لاعب 50-50 في وسط الملعب، بفكر انه هو من افضل اللاعبين الموجودين اليوم في على صعيد المنتخب، ولاعب اللي عنده صفات دفاعية كثير مليحة في خط الوسط وبيشارك بشكل في الهجمات الفريق، فهو لاعب اللي بيقدر ينسق بين الناحية الدفاعية والناحية الهجومية، وفي قلال لاعبين اللي بيقدروا ينسقوا بين هذول الشغلتين اللي على مستوى عالي، وبقدم الناحيتين على مستوى عالي، وبفكر انه يعني من هاي الناحية بيستحق انه يكون في حتى في الفترة السابقة اللي ما كانش لم يدعى للمنتخب، يمكن لانه ما كانش يلعب بشكل اساسي في فريق مكابي حيفا في هذيك الفتره، فعشان هيك يمكن ما دعوش هذيك الفتره، بس برايي هو احد اللاعبين الموهوبين اللي ممكن ان يساعدوا المنتخب في هاي الوظيفه. عبد، ما دام نحكي عن محمد ابو فني ومكابي حيفا، مكابي حيفا اتفق مع مدرب جديد عمليا بعد ما براك بخر ترك الى النجم الاحمر، في واليوم ميساي ديغو لاعب او مدرب عمليا بدون تجربه، كيف ممكن يوقف بالضغوطات امام دوري الابطال والدوري الاوروبي وامام دوري درجه الاضواء الدرجه العليا؟ بفكر انه يعني اللي بتطلع عليها مكابي حيفا اخذ كيبول وهيمور في هذه المرحلة، مدرب ماساي ديغو هو مدرب معروف لمكابي هيفا، هو مدرب اللي كان يدرب فريق الشبيبة في مكابي هيفا، فأكيد الشاحر والإدارة والمسؤولين غاد بيعرفوا شو قدراته، بس بدون شك أنه هو مدرب بدون خبرة في الدرجة العليا، ودرب بالدرجة الممتازة بس الدرجة العليا ما عندوش الخبرة، بالذات فريق زي مكابي هيفا، فريق اللي يعني هو إجا برأيي في ظروف شوي صعبة عليه، يعني راح يكون عليه ضغط كثير، يعني فريق مكابي حيفا فاز بدوري بلقب الدوري 3 مواسم متتالية، أكيد الجمهور فريق مكابي حيفا عنده جمهور كبير لكل مباراة بيتية وخارجية، بيكون بالمباراة على الأقل في مباراة بيتية دائما الأستاذ سامي عفر مليان 30,000 متفرج اللي بيشاهدوا المباريات، وجمهور مكابي حيفا بيضغط اكيد ضغطه بده نتائج، يعني النادي بده نتائج من بدايه الموسم لاخر الموسم، بده الفريق يكون مرشح اول للبطوله، بدون شك انه ميساي ديغو بتنقص الخبره في انه يدرب هيك فريق يعني في المركز الاول، فننساش من ناحيه ثانيه انه يمكن طاقم المهني اللي حواليه انه نفس الطاقم اللي كان في المواسم السابقه، واكيد راح يكون راح يساعدوه في انه كيف يدير الفريق وانه من هاي الناحيه بس. وفي نقطه مهمه جدا اللي راح تصعب برضو على ماساي ديغو، هي نقطه انه في كثير لاعبين اساسيين بالفريق اللي اتركوا الفريق، و يعني اللاعبين اللي كان لهم دور في نجاح الفريق في المواسم الاخيره وان اتركوا الفريق في هاي الفتره، فالمدرب من ناحيه بده كيف حكيت بده يلعب في تصفيات دوري الابطال، وراح يلعب بده ينافس في الدوري الاسرائيلي على البطوله، مش راح الجمهور والاداره واللاعبين مش رايحين يكون عندهم طموح اقل من الفوز في البطوله، حتى المركز الثاني راح يكون فشل للفريق، فاكيد هذا الشيء راح يسبب ضغوطات كثيره على كل جهاز مكابي حيفا، بس كيف حكينا ممكن بدايه الموسم انتصارات تنطير ثقة ويقدم الأداء المضبوط، بس هذا الإشي راح يصعب كثير عليه.
عبد، بدون ما نحكي كلمتين عن عرابي، يعني مش رايحين نفلتك، شو الوضع بعرابي عبد؟ احكي لنا، هل الهدف في الدرجة الأولى الموسم القادم؟ والله لحديت اليوم انا صراحه مش موجود بالفريق يعني الكبار، بس لحديت اليوم كيف بعرف انه فيش ولا اي تقدم يعني بالفريق بعده، فيش حدا استلم الامور، الناس الاداره السابقه اتركت الفريق بنهايه الموسم السابق قبل مباراه الاختبار، ولحديت اليوم بعرف فيش اداره جديده، بعرف انه في مفاوضات بين البلديه وبين كم واحد اللي هن حابين ان يمسكوا الفريق، وعم بيحكوا على انه يبنوا فريق قمه ينافس على الصعود للدرجه الاولى، بس ما داموا الاشي فيش اشي عملي فبتخيل انه الاشي لحد اسا بعده حكي، يعني بعده فيش اشي عملي متقدم بالنسبه لفريق بلدي عرابي. عبد رباح، نجم كنت ونجم ما زلت وستظل نجم كبير، الف شكر لك والى اللقاء. شكرا لك، الى اللقاء. اخ تحسين، يعني عبد رباح يقول انه مسايدك وراح يكون له صعب في مكابي حيفا، شو رايك؟ اولا لا نستهين بافكار وبتحليل الاخ عبد رباح كلاعب مخضرم سابق في سخنين وفي المنتخب، وانا كنت واحد من اللي بحبه طريقه اللعب والاسلوب بتاع اللعب كدفاع ايسر في حينه، ف اختيار ديجو من كبر شحر كان مفاجأة لجميع العاملين في حقل كرة القدم. نعم. ولكن شحر يبدو انه كان في له فكرة اخرى بالاضافة للكرة. في الآونة الأخيرة في الملاعب تظهر ظاهرة التمييز او العنصرية، وكون ديجو ابن الطائفة الاثيوبية حسب رأيي كان شحر بده يضرب مثال يحتذى فيه انه فيش تمييز، لدرجه انه هيني حتى وهو بدون تجربه وخبره سابقه انا مع كل هذا بدي اختاره يكون مدرب لاكبر فريق وافضل فريق في الدوري الاسرائيلي. ولديجو حسب رايي ما كانش في هناك مجال للتفكير حتى مش للرفض، لانه انه ديجو يستقبل استدعاء انه يستلم قيادة فريق نادي زي مكابي حيفا مش كل يوم بتيجي زي ما بيقولوها يعني، ولذلك الموافقة ما كانتش صعبة. وأنا حسب رأيي مع كل هذا في كرة القدم في كمان بحاجة لمعلكة الحظ، ديجو يحتاج إلى معلكة الحظ من ناحية قدرة على إدارة تدريب وإدارة مباراة، هو يملك وعنده تجربة بجزء مش كافي، ولكن طبعا احنا بنحكي عن نادي مع ظروف مختلفه كليا من ناحيه ضغوطات، من ناحيه التوقعات منه، من ناحيه النتائج اللي بده يحققها، واضح انه كل هاي الاشياء راح تلعب دور ويكون لها تاثير. السؤال كيف هو بيكون عنده حصانه وعنده قوه يقدر يتعامل مع هاي الاشياء، وبالاساس انه يبني من البدايه يبني غرفة ملابس اللي هي صحية، اللي هي مبنية على علاقات منيحة بين اللاعبين. أحكينا في منتخب الشبيبي العشرين كيف أوفير بن حييم من خلال العمل على هذا التكتل في غرفة الملابس قدر أنه يخلق فريق أو منتخب اللي ينافس على بطولة العالم. يا أحمد، نعم، يعني عمليا المنتخب وصل لنصف النهائي وهو سيلعب اليوم امام كوريا الجنوبيه على المحل الثالث، يعني فبالنسبه للنجاحات في الوسط العربي هيا ننتقل الى الزميل الصحفي حسين الشاعر ليحدثنا عن اخر اخبار فريق مكابي اتحاد ابناء شوف عامر. حسين، مساء الخير. مساء الانوار لك ولكافة المشاهدين. اخي العزيز، كيف تحضيرات اتحاد ابناء شوف عامر في الدوري الدرجة الممتازة؟ يعني بالفعل بعد صعود فريق اتحاد ابناء شوف عامر التاريخي لمصافي الدرجة الممتازة تمت، وبعد يعني خلينا نقول استقالة المدرب فراس مغربي الذي لم يستمر مع الفريق، اول ما قامت به ادارة الفريق التوقيع مع المدرب عديد كوتلير،
الذي كان مساعدا في فريق مكابي ابناء الرينا في الدرجه العليا. لسذات يعني نستطيع ان نقول على نار هادئه حتى الان، لا نسمع تصريحات او توقعات مع عدد من اللاعبين. الاداره كما يبدا اليوم تحدثت مع رئيس الاداره رامي ابو حرب واكد لنا هنالك بعض التوقعات مع عدد من اللاعبين، وسيتم احضار ثلاثه لاعبين اجانب، ولكن حتى الان لن يعلن عن الاسماء حتى نهايه هذا الاسبوع. هذا من جهه. من جهه اخرى عزيزي، طبعا الإدارة توجهت للبلدية بغية الحصول على مبلغ مادي كبير وليس بقليل بتجهيز الفريق في طبعا سلطة المراقبة. وبطبيعة الحال يعني الأمور ما زالت هادئة، على النار هادئة، هناك مدرب، ولكن يتم الآن بناء الكتيبة الشرعية. حسين، شو رأيك في نتيجة المباراة بالأمس، فوز مانشستر سيتي على إنتر 1-0؟ يعني بدون شك يعني مانشستر سيتي حقق ثلاث ألقاب يعني خيالية، وخاصة يعني مع قدوم يعني عند الفوز على إنتر ميلان باعتقادي لم يكن مفاجئ، ولكن علينا أن نكون يعني واقعيين. نادي الإنتر الإيطالي باعتقادي يعني أنا شاهدت المباراة ومن شاهد المباراة لعب بشكل ممتاز وكان قريبا للفوز أكثر من مانشستر سيتي، ولكن المباراة يعني كما يقال هي لغة الأهداف، فيها تتحدث يعني من يسجل هو الفائز. بالفعل يعني فريق الانتر قدم مباراة كبيرة، والحق يقال يعني نادي الانتر يعني الفارق نستطيع ان نقول هو الهدف في هذه المباراة. شاهدنا فرص هنا وهناك وطبعا اضاعة هذه الفرص، ولكن في نهاية المطاف الأهداف هي التي تقرر نتيجة المباراة. في مباراة كرة القدم يعني دائما أقولها، الدموع دائما حاضرة، إما بكاء من الفرح وإما بكاء من الحزن وخيبة الأمل. يعني باعتقادي مانشستر يونايتد قبل المباراة كان يعني على ورق الجميع توقع أن يفوز في المباراة، ولكن خلال المباراة شاهدنا فريق إنتر حاول السيطرة قدر الإمكان الوصول إلى فرص، ولكن من يسجل أهداف هو الذي يفوز في هذا الألقاب. ولا تنسى يعني فريق مانشستر سيتي لأول مرة يحصل على هذا الكأس، وبالتالي يعني هذا الموسم هو موسم مانشستر سيتي الذي حصد ثلاث ألقاب معا. سؤال أخير حسين زميلي، ما هو توقعك لمنتخب إسرائيل أمام روسيا البيضاء؟ يعني بالفعل يعني تتجه الأنظار باعتقادي في البلاد لهذه المباراة، يعني في ظل في نجاح المنتخب في المباريات وبلغ نصف النهائي وخرج من خسارته أمام الأوروغواي بهدف يتيم، باعتقادي يعني المنتخب اليوم حيث سيتبار أمام منتخب كوريا الجنوبية على المركز الثالث والميدالية البرونزية في هذه البطولة. لا طبعا نستطيع أن نقول بفضل اللاعبين العرب في المنتخب، حمزة شلبي عن خلايلي وآخرين كان سببا في إنجاح مسير المنتخب. باعتقاد مباراة الليلة هامة للمنتخب الإسرائيلي ليثبت أن يعني تأهله لهذه المرحلة لم يكن ولادة الصدفة، بل لديه خامات كروية رائعة. باعتقادي قد يفوز بنتيجة لن تكون كبيرة، ولكن سيثبت أنه وصل لهذه المرحلة بكل قوة ومهارات وقدرات عالية من قبل اللاعبين. الزميل الصحفي حسين الشاعر، ألف شكر لك وإلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ونخرج وإياكم إلى فاصل إعلاني، كونوا معنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى مع البرنامج الرياضي هلا رياضة، الذي يبث لحضراتكم في بث حي ومباشر عبر قناة هلا وموقع بنت. أخ تحسين، يعني ذكرنا عن مباريات المنتخب، مباريات الشبيبي، يعني هل الفرق الوسط العربي تعطي حق لأفراد الشبيبي وللاعبي الشبيبي؟ طبعا أنا اعتقد انه اتحاد ابناء سخنين هم اكثر فريق او اداره تعتني بفرق الشبيبي، خاصه انهم استطاعوا ان يبنوا فريق شبيبي وفريق اشبال مش من ابناء سخنين فقط، يعتمد على لاعبين من سخنين فقط، استطاعوا انهم يوسعوا الحلقه ويجيبوا لاعبي
من القرى والمدن المجاورة القريبة والبعيدة، وهيك أنا حسب رأيي قدروا إنهم يعملوا فرز أو يعملوا تنقيح ويقدروا يوصلوا للمواهب اللي هي مواهب جيدة. وحسب رأيي هيك قاعدين بيبنوا فريق شبيبي في الدرجة العليا وينافس ويتواجد بجدارة في هاي الدرجة ويشكل ند لكل فريق في دوري الشبيبي. اتحاد ابناء سخنين عمليا كان مدرب صالح حصارمي، كان يدرب فريق الشبيبي وبنى فريق ممتاز يعني على مستوى رائع، وهذا الموسم تم التعاقد معه ليكون مساعد لدرابيتش مدرب فريق اتحاد ابناء سخنين. هل هاي خطوه او تبشر انه فريق اتحاد ابناء سخنين راح يعمل على اشراك عدد اكبر من لاعبين الشبيبي؟ يبدو انه اداره اتحاد ابناء سخنين تعلمت من الماضي وقدرت انها تستنتج انه لابد من اجل البقاء والصمود في الدرجه العليا والبقاء لتمثيل الوسط العربي كفريق الوسط العربي لابد انه الاستعانه والبناء على لاعبين محليين. مشان يكون في لاعبين محليين المفروض انه يكون مدربين اكفاء في الفرق، في فرق الشبيبي وفرق الاشبال. وصالح حصارمي سبق انه كان لي الفخر اني اكون المدرب تاعيه، هو انسان اللي يستحق انه يكون في قيادي، عنده ما يعطي للرياضه ولا لاعبي الرياضه في كره القدم. وحسب رايي كان في كرياتشموني مع شبيبي ومع كبار، وكان مع شبيبي في سخنين، وكان مع منتخب اسرائيل في الاشبال. وهناك ولا مرة خيب، ولذلك كل الوقت كان في عنده بصمات وأثر اللي هو أثر إيجابي وجيد. بتمنى له كل النجاح في سخنين، وكمان المدرب اللي هو بيشتغل مساعد معه سلافيو درافيتش بربطني في علاقة خاصة وشخصية، هو كمان إنسان رائع، إنسان اللي بعطي للاعب الشاب، ويعني اللي بدي أقوله إنه بعطي فرصة ودعم للاعبين الصغار وبحق. في أنا كمان فريق عمليان لدوري الدرجة العليا، فريق مكابي أبناء الريني. فريق مكابي أبناء الريني في الموسم الماضي يعني حافظ على مركزه وبنتائج جيدة. هل الموسم الثاني عمليان راح يكون لأبناء الريني صعب ولا سهل، ولا كيف حسب توقعاتك؟ إذا بنرجع للموسم الماضي، الريني كانت الفريق الأول المرشح للهبوط، وكان في عندهم تبديل مدربين، ومش دائما تبديل المدربين بيكون في فائده. فاحنا عمليا بنحكي عن فريق مكابي ابناء الريني، ومعنا مباشره من الريني رئيس الاداره السيد سعيد بصول. سعيد مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المستمعين. اولا يعني باركنا اكثر من مره ببقاء الفريق، وكل الاحترام على كل الاشياء اللي انعملت في فريق مكابي ابناء الريني مع نهايه الموسم الاول في دوري الدرجه العليا، والتطلعات للموسم المقبل راح يكون اصعب حسب رايك؟ احنا يعني اكيد كل موسم في الدرجه العليا هو عنده التخبطات تبعيته والصعوبه تبعيته، حسب رأيي الموسم هذا راح يكون أصعب. كمان أقوى من الفرق اللي كانت السنة الماضية، مكابي تحتيك في محاضرة من أكثر من مليون في الدرجة العليا، أبو علبة تحتيك في الفريق اللي وراه جمهور وقدرة مالية يحصل على قدرات مالية من الجمهور اللي عنده، فعشان هيك السنة راح تكون أصعب. عمليا شو التعزيزات اللي سعيد بصول فريق مكابي ابناء الريني، غير انه الخطوه المباركه ابقاء المدرب شارور ميمير، شو التحضيرات اللي عملت بالفريق لحتى الان سعيد؟ هسه بهاي الدقائق انهينا صفقه مروان جبهة، فصار جزء من مكابي ابناء الريني، تعاقد للسنه القادمه علينا باذن الله مع أولوية تمديد في العقد كمان سنة. عندنا المهاجم عدة لاعبين اللي هن باقين معانا من الموسم الماضي، وشوي شوي من هون لخلال 10 أيام راح يكون 90% مبني الفريق بإذن الله. أولاً
قدما ولا الامام مع مروان كبه، لانه لاعب ممتاز ولاعب رائع وراح يساعد فريق مكابي ابن الريني بدون ادنى شك، يعني في لاعب مخضرم وقدرات عاليه جدا. شو مع طارق بوشناك سعيد؟ طارق بوشناك مضى قبل ثلاث يومين، مضى في مكابي ابن الريني، قاعد عامر مضى كمان كحارس مرمى كمان في مكابي ابن الريني، عمر الحفاوي كمان مضى في مكابي ابن الريني كحارس مرمى ثاني. عندنا شكراني، رغاي شكراني كمان مضى في مكابي ابن الريني، هاي اللعيبه اللي لحد هسه تم التعاقدات معاها. عندنا المدافع سامبينيا جدد العقد تبعه، شلومي ازلاي جدد العقد تبعه، نائل خطبة جدد العقد تبعه، في عدة لاعبين، عبد الله جابر جدد العقد تبعه، عدة لاعبين، يعني اسف اني ناسي، بس احنا بنشتغل على قدم وساق انه نبني فريق احسن من الفريق اللي كان السنة اللي فاتت. سعيد بصول، يعني كل الأسماء اللي ذكرتها فريق أبناء الريني بدون أن شك راح يكون له كلمة قوية في الموسم القادم إن شاء الله، ومن هون نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح قدما وإلى الأمام. شكرا كثير أخوي، شكرا كثير، إلى اللقاء. إلى اللقاء. يعني مكابي أبناء الريني بجد مخلين الأمور أكثر من ما كان متوقع، يعني التوقيع يعني بث مباشر، سمعنا توقيع مع مروان كبهة، نجم كبير مروان كبه. أخر مرة أنا حسب رأيي، أول شيء أنا أكن كل الاحترام لسعيد بصول، فعلا قائد بمعنى الكلمة، يعمل في الظلام بدون شو، ولكن في له خطوات أو قرارات اللي هي تؤكد بأنه بإمكانه يكون رئيس إدارة ناجح من خلال الهدوء تاعيه والقرارات الصحيحة. مثلا صحيح انه ولا مرة حبيت انه مدرب عربي يقال، ولكن ادهم هادي وكيل، وحسب رأيي ادهم هادي لما وكيل كان منيح للفريق وكان منيح لإله. الهدوء اللي اعطاه لشارون ميمير، مش كل مدرب ممكن، بس شاحر يتنافس معه على هاي الشغلة انه يعطي هدوء لمدرب حتى في اخفاقاته، حتى في عدم إحراز نتائج اللي هي إيجابية، مع كل هذا أعطاء، وكان في العطاء تعيه كان في له مردود إيجابي، واستطاع أنه يبقى. وأخر مرة رغم أنه كان مرشح أول للهبوط من قبل فرق الدرجة العليا. نعم، يعني بدون شك فريق مكابي ابن الريني الكل كان مرشحه أنه يهبط لمستوى الدرجة الممتازة. لذلك أسمح لنفسي أن أقول بأن شارون ميمير حقق نجاح مش أكل من باردا وباخر اللي أخذ الألفوت. نعم، ومن ناحية ثانية يعني أخ تحسين نقول إنه فريق أبناء الريني عمليا قاعد بجمع بلاعبين اللي هم على مستوى عندهم خبرة، يعني في اللي كانوا بالفريق، يعني الاستمرارية زي ما ذكر سعيد، هناك استمرارية لعدد كبير من اللاعبين، وهذا شيء عمليا بيسهل على الفريق، بيعطيهم الناحية الاجتماعية أفضل. أكيد إنه الإدارة تعطي استمرارية للاعبين، خاصة إذا بيكون فريق متماسك وبيكون في بيناتهم انسجام وتفاهم. أنا حسب رأيي هذا بيساعد على تقدم الفريق وعلى أداء اللي هو إعطاء أداء اللي هو أفضل. بنأخذ في عين الاعتبار إنه مش دائما إنك تغير لعيبي وتغير مدرب هو للأحسن، هو للأفضل. أحيانا بيكون في هناك ضرر اللي مش حتى مش ممكن تصليحه. نعم، يعني عمليا التغييرات اللي ممكن يجي لاعب ويدخل وياخذ وقت معه حتى يتأقلم، انه يتأقلم داخل الفريق بيكون عليه صعب. من ناحية ثانية يعني فريق ابناء الريني من ناحية الجمهور، يعني جمهور قليل يعني لابناء الريني، هل هذا عامل اللي بيأثر على الفريق؟ طبعا لا شك انه طبعا لما كان فتح تقبهم فريق اللي إله السير الكروية تعيته، ولكن طبعا على عدد الجمهور تعيه قليل جدا. أنا حسب رأيي سعيد وفريقه مكابي الريني يجب أن يبحثوا عن موارد مدخولات للفريق اللي هي من قبل رؤساء أموال، من قبل ناس اللي هم ميسورين، أما إنه يركن على مدخولات المباراة والجمهور أنا حسب رأيي بدرش يدير الفريق في الدرجة العليا.
ولكن من ناحية ثانية، هل عمليا عدم وجود أو الجماهير قليلة هذا يخفف من الضغط على اللاعبين؟ الجمهور أخرى مرة مش نفس النوع، يعني الجمهور هو أكثر من نوع. إذا بنأخذ جمهور بيطار، أنا حسب رأيي هو عامل ضغط وعامل ستريس في داخل الملعب على اللاعبين وفي غرفة الملابس وعلى المدربين وعلى الطاقم الإداري أخرى. في عندك جمهور اللي هو انتبه على جمهور مكابي حيفا، جمهور عريض كبير، ولكن هو خلال التسعين دقيقة جمهور داعم للاعبين وكل احترام. فكل احترام لك المربي والرياضي والمدرب تحسين حاج يحيى، أهلا وسهلا بك، الحديث معك شيك دائما، أهلا وسهلا بك. أهلا أخي أبو عبد الله، وأنا بتمنى أنه كل المشاهدين لقناة هلا استمتعوا وأخذوا أخبار اللي ما كانتش موجودة عندهم، أخبار جديدة اللي حسب رأيي بيوصلوها عن طريق قناة هلا. وإلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية حلقة أخرى من البرنامج الرياضي هلا رياضة. هذا هو أحمد أبو هلال، استودعكم الله وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.